كل صباح سيدة إيمان تازي أخصائية التحاليل التغذية والتجميل. ما زالت مكملة معنا في موضوع الجلد وأنواع الجلد. صباح الخير للا إيمان. صباح النور سيدة هناء. كي صبحتي على خير؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. إذا ندخلوا مباشرة في الموضوع باش ما نضيعوش الوقت، إن شاء الله نستفدوا أكبر عدد أو أكبر قدر من المعلومات إن شاء الله. فقط غير بداية إلا سمحتي لي، الناس كتسول على الوصفات الطبيعية باش كتوعديهم. إن شاء الله يوم الجمعة نخصصوه إن شاء الله باش نحاولوا نحطوا هذه المعلومات كلها على أرض الواقع، فنعطيو وصفات لتجديد الخلايا ونعطيو وصفات كذلك غدا إن شاء الله. اليوم غادي نبداو نتكلموا. فقط غير تكون سهلة. لا بطبيعة الحال هذا هو المبدأ، بعيدا عن التركيب. نعم بعيدا عن التركيب. كان وصلني البارح مجموعة من التساؤلات، كنت تطرقت لمادة الليسيتين وكان وصلني مجموعة من التساؤلات على استعمال مادة الليسيتين في الكوسميتيك في التجميل. نعم دونك اللي نبغي نشيرو ان الليسيتين هو واحد المادة دهنية من العائلة ديال الفوسفوليبيد. شنو الدور ديالها في الكوزميتيك وفي حتى في صناعة المواد الغذائية؟ هي كتعمل كمادة مستحلبة. شنو اللي تيقول مادة مستحلبة؟ شنو تيقول لينا؟ تيقول لينا انها تجمع لينا الماء مع الدهون. دابا مثلا الا بغينا نعملوا فوالا، دابا مثلا الا بغينا نعملوا اون كريم ولا بغينا نعملوا حليب ديال الجسم ولا فون دو تان، كيكون عندنا الماء. يعني الا قلنا الماء نقدروا نقولوا ماء مقطر او ماء ديال الورد او ماء ديال البابونج او لا اكسترا، وتيكون عندنا ماده دهنيه. الا قلنا ماده دهنيه يعني عندنا زيت ولا عندنا زبده الكاريبي ولا الكاكاو اكسترا. هاد الزوج هادو ما عمرهم ما تيتجمعوا، الماء والزيت ما تيتجمعوش، خصنا ماده اللي غتجمع بيناتهم. فالليسيتين هذا هو الدور ديالها كماده مستحلبه، تجمع لينا هاد الزوج فاش يعطينا داك القوام الكريمي. اذا ضروري نستعملها في ماشي غير هي، كاينين مواد كثار. غير هي دابا مثلا حنا كنستعملوا لا ليسيتين دو سوجا في التجميل. هي سهله وحتى للمبتدئين، يعني اللي بغاو يبداو يستعملوا. المساله الا سمحتي لي، لانه اليوم امس فصلنا فيها وتحدثنا عليها كثير، ما بين الليسيتين ديال السوجا يعني الليسيتين النباتي والليسيتين الحيوانيه. الليسيتين الحيوانيه كتجي من الخنزير، فهنا يبقى سؤال مطروح وبقى يعني ما بين ما هو حلال وما هو حرام، كيبقى الفقهاء هو يمكن. احنا ما يمكن ليناش نفتيو في هذا الشيء ديال الحلال ولا الحرام. ولكن استعمال الماده النباتيه منها كاين بديل وحتى سهوله. وصلنا الخلاصه بانه راه هنا في المغرب اي ماده كتستعمل او اي يعني برودوي كيدخل للمغرب عن طريق يعني قانوني ماشي مهرب، راه كيحترم القوانين ديال البلد اللي كيمشي لها. بالتالي كيبقى المشكل في المواد المهربه والمواد اللي كنشريوها من الخارج. يمكننا كيخصنا نقراو العنوانه ديالها، الى لقينا او 322 راه كاين الليسيتين، ولكن كيبقى واش الليسيتين نباتي او لا حيواني، نردوا البال لهذه المسائل. اذا الى سمحتي لي ممكن نرجعوا للحديث عن الجلد. داكوغ، ولكن غير نعطي لا فورمول الا سمحتي لي. انا نعطي لا فورمول مثلا للمبتدئين اللي بغاو يصوبوا اون كريم ويستعملوا فيها لا ليسيتين. دونك ياخذوا لا ليسيتين بودر، ليسيتين دو سوجا كتباع بودر. مثلا انا نعطيهم واحد الفورمول يمشيو ياخذوها، يقدروا يطلبوها في لي باغاي، يطلبوها في لي ماكازان بيو. المهم خصهم، ما غاديش نوجههم دابا فهمتي، ما نعملش لا بوبليسيتي. دونك نوجدوها يعني في لي فارماسي كتكون في لي باغا، كتكون في لي باغا. يفو غير جوست خصك دوموندي عليها فهمتي، وياخذوا ليسيتين اون بودغ. انا كنفضل ياخذوها على شكل بودره. دونك ياخذوا 55 مثلا، بغاو يعملوا اون كريم، هذه فورمول ساهله جدا. ياخذوا 55% ديال الماء، 25% ديال الزيت، و 20% ديال الليسيتين بودر. مثلا بغينا نصوبوا 100 غرام ديال الكريم، غناخذوا 55 مليليتر ديال الماء. هنا الماء عندهم الاختيار حسب هذيك الكريم لاش باغينها. وياخذوا 25 مليليتر ديال الزيت حتى هو عندهم الاختيار حسب الكريم اللي بغاو ديالاش. وكياخذوا 20 غرام الليسيتين ديال البودرة. صافي، كيصاوبوا البريباراسيون. بعد غادي نعلمهم كيفاش يصاوبوا لي بريباراسيون ديالهم، وهنا كتوليهم كريم بحال تماما اللي كتباع في الاسواق. كيبقى لهم الماده الحافظه، كيستعملوا فيتامين او موجود في لي فارماسي. ياخذوا فيتامين او لانه كيتماشى بشكل جيد مع لا ليسيتين ديال السوجا بودرة. وهنا غيكونوا صابوا الكريم ديالهم ببساطه، وانا عطيتهم وصفه على السريع. هو ماشي وصفه، ولكن هنا ما برانسيب ديال الوصفه يقدروا يصاوبوا منها مجموعه ديال الوصفات. داكوغ.
دونك بالنسبه للبارح وعد سعد الساده المستمعين الكرام اننا غادي نتكلموا على ثاني طبقه كتوجد بعد البشره واللي هي الادمه هي لوديرم. هذه هي الطبقه الحقيقيه ديال الجلد. علاش؟ هنا في لوديرم كنلقاو كاينين العروق اللي كيغذيو لينا الجلد، كنلقاو الاعصاب، كنلقاو الايلاستين والكولاجين اللي معروفين دابا كيهضروا عليهم الناس بزاف، واللي هما اللي كيقول هاد الزوج كيقول القوه والمرونه والشيخوخه والتجاعيد ديال البشره. كاينين الغدد اللي كتفرز لينا العرق، كاينين الخلايا اللي كيلونوا لينا الجلد، الخلايا السبغيه، وكاين كذلك الغدد الزيتيه اللي تيفرزوا لينا لو سيبوم الزهم. وهاد هاد الغدد هادو يعني هاد لو سيبوم بالذات هو اللي عنده علاقه بالجمال ديال الجلد وبالشعر والفرط ديال الافراز ديالها تعطينا الحب شباب. داكوغ؟ حب شباب هذا انا عطيتكم التركيبه ديال الادمه يعني ببساطه من شنو كيكون فيها هاد الطبقه هذه. واليوم غنركز لكم على حب شباب. دونك حب شباب اللي بغي نقول انا الى جا المراهق فهو عادي، لان في مرحله ديال البلوغ كيزداد النشاط ديال هاد الغدد الزيتيه هادو. دونك للاسف الناس كيتشكاو بزاف كيكون عندهم الحبوب في الوجه وتيكون عندهم في الصدر وتيكون كذلك في الظهر، فهذا يعني امر عادي جدا، لان هنا فين تيتواجدوا هاد الغدد الزيتيه تيتواجدوا بكثره. دونك سي نورمال غادي يكون الافراز ديال 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 الدهون كثير تما، وغيكون الحبوب كثره في هذيك البلاصه تما. نعم. كذلك من ما يعني اللي جا الحبوب ولا هذا ما يحاول ما يلمش الحبوب ديالو بالاظافر، لانه احيانا نقدروا نعالجوا حب شباب وكيبقى لينا لو بروبليم ديال هذوك الاثار، هذوك اللي بقاو، هذوك اللي سيكاتريس هما اللي تيبقاو فيهم المشكل، يعني تيلقاو صعوبه انهم يزولوهم. يعني اللي كنركز عليه انه يكون تنظيف جيد ديال البشره، خاصه البشره الدهنيه، لانه الى تراكموا الاوساخ تيخليو هذاك لو سيبوم تيتحبس. دابا داك لو سيبوم هذاك الزهم شنو كيوقع؟ هو كيكون الغده الدهنيه تتكون يعني في هاد الادمه هذه تتكون قابطه في الجريد ديال الشعر، دونك كتفرز لينا لو سيبوم كيطلع من الغده الدهنيه تيبغي يطلع لينا السطح ديال الجلد باش يزيد لينا الجلد وتعطي داك الملمس وكذلك يزيد لينا الشعر. فاذا كانوا تراكموا لينا الاوساخ تما كاينين عده اسباب تتساهم في هادشي، فاذا تراكموا لينا هذاك لو سيبوم ما تيقدرش يطلع لينا السطح تيتحبس. دونك من هنا تيكون عندنا يا اما الى نجح اشابي كيكون عندنا النقط السوداء، يعني حال ساهل كومام، ولكن الى ما نجحش كيبقى محبوس وتيولي عندنا التهاب، تتولي ديك تنفخ لينا ديك البلاصه، فبالتالي كتعطينا ديك الحبوب اللي تتكون كبيره وتتكون حمراء وتتكون مقلقه جدا ومؤلمه. هذا ما يقع هذا ما يقع، هذا هو الميكانيزم اللي تيوقع لنا. نقلبوا على العلاجات وعلى الوصفات اللي ممكن تخلصنا من هذه الاشياء. غدا ان شاء الله احنا بما اننا كنعرفوا ان الافراز ديال لو سيبوم مرتبط بحجم الغده الزيتيه وبكميه الهرمونات اللي موجوده في الدم. نعم. دونك هذه الكميه هذه باش كترتبط بطبيعه النظام الغذائي وبالمؤثرات النفسيه. نعم. الحلقه ديال الغد ان شاء الله شنو غادي نركزوا؟ غنركزوا على الدور ديال الغذاء باش الوقايه والعلاج كذلك من حب شباب. غادي نعطيو مجموعه من الاغذيه المسموحه ومجموعه من الاغذيه الممنوعه اللي كيساهموا لينا في هاد حب شباب، وغنعطيو وصفه ان شاء الله اللي غتساعد في تقليل من حب الشباب وكذلك في تنظيف ديال الوجه ان شاء الله. سيده ايمان تازي اخصائيه تحاليل تغذيه وتجميل، شكرا جزيلا لك.